أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا فالمسيح أن يكون عبدا لله أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ومن يستنكف
ibadatihi wa yastakbiru fasayahsyuruhum ilaihi jami'an. Shadaqallah.